اهلا اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم صالون رودي. اي نعم احنا اتاخرنا عليكم شويه الفتره اللي فاتت وغبنا كتير، بس ان شاء الله راجعين تاني معاكم ومش هنغيب تاني ابدا، وفي حلقات دايما جديده وفقرات جديده تعجبكم ان شاء الله. النهارده حلقتي مميزه وفيها حاجات كتير جدا هتعجبكم. طول عمرنا عارفين او بنسمع عن اصحاب البراندات العالميه وطرق الترويج الكتيره اللي بتتم والإعلانات الضخمة اللي بتتم عن طريق البوسترات على المباني وبوسترات كتيرة جدا على المباني وكتير جدا من الإعلانات الضخمة اللي بتتم بملايين الملايين. طبعا الشركات اللي زي كده ما بيكونش مهم بالنسبة لها قد إيه هتصرف الملايين دي، لأن هي ما بيبقاش بالنسبة لها فارق قوي لانها بتملك كتير جدا من الملايين، فبالنسبه لها كل المصاريف دي ولا اي حاجه. طبعا في بلدنا الجميله النهارده هنعرض لكم نموذج ست جدعه جدا قدرت تقدم لنا فكره لكل الناس ذوي اللي هم الدخل المحدود ان هم ازاي يقدروا يروجوا عن منتجاتهم باسلوب بسيط جدا بذكائها وجدعنتها. النهارده هنتعرف معانا ومعاكم عن اليوتيوبر الناجحه جدا الجميله الست الذكيه الجدعه اللي قدرت بذكائها توصل لكل ملايين الناس من المشاهدين ليها بابسط الطرق. اليوتيوبر الجميله خلينا نتعرف عليها النهارده هي الاستاذه ايمي. منورانا استاذه ايمي حبيبتي، ربنا يخليكي بجد، متشرفه بيكي النهارده ومنورانا، وان شاء الله بجد بجد يعني انا مبسوطه باللي انا بسمعه وباللي بشوفه منك بمنتهى البساطه والجدعنه اللي في الدنيا فيكي. حبيبتي ربنا يخليكي. عشان كده النهارده انا حاسه ان الحلقه بتاعتي بجد يا جماعه مميزه قوي، عشان كده عايزه النهارده اتكلم معاكي كتير. مميزه عشان انت موجوده فيها اولا لي. وبشكرك على الكلام الجميل اللي انت قلتيه، وزي ما احنا متعودين دايما ان السيدات المصريات دايما جدعين ودايما يعني لو اتحطوا في اي موقف بيبقوا قده الحمد لله، وده برضو شهادة اعتز بيها من حضرتك. تسلمي، ربنا يخليكي. والنهارده برضو معانا الاستاذ وائل صاحب محل كيان ملابس الجاهزه، بنرحب بيك. انا وسهلا بحضرتك، منورنا جدا النهارده. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يخليك. هنبتدي طبعا مع استاذه ايمي النهارده، محتاجه انا اسالك شويه كده اسئله تقول لنا ازاي بداتي الفكره بتاعت اللي هي اليوتيوب، وازاي اكتشفتي اصلا الموضوع ده من البدايه؟ كلمينا بقى عن الموضوع من البدايه خالص. حبيبتي انا زي اي واحده مصريه، انا الحمد لله اتجوزت وخلفت واولادي كبروا، فانا حبيت ان انا اغير شويه من روتين الحياه. انا ما اشتغلتش في البدايه الحمد لله، يعني انا خلصت الجامعه وبعد كده اتجوزت على طول وجبت الحمد لله عندي ولد وبنت وكبروا، فالمسؤوليه بتاعتي خفت بقى، بدل ما انا قاعده بقى مش عارفه اعمل اي حاجه. فقلت بنتي اقترحت عليا تعالى نعمل قناه على اليوتيوب يا ماما. بدانا حاجات بسيطه كده في البيت، بعد كده ابتدانا ان احنا ننزل نعمل مشتريات، نعمل يعني ايه، خش المحلات الاقي الاسعار حلوه جدا. انشاء القناه نفسه كان صعب عليكي في البدايه؟ لا والله ما كانش صعب، هو انا بقول لحضرتك اللي انا عملتها كان من نوع من انواع الايه اللي انا اضيع شويه وقت فراغي واستفيد بيه، يعني مش ضياع بطريقه غير يعني ما فيهاش افاده الحمد لله. فانا لما نزلت ولقيت الاسعار حلوه جدا في وسط البلد، يا جماعه ده احنا بنجيب الحاجات دي من الاماكن بتبقى غاليه جدا حقيقي، غاليه يعني انا ما عرفتش ان الاسعار عندنا اسعار كويسه غير لما انا نزلت وابتدات ان انا اتعامل مع التجار والمكاتب. المكاتب دي بيبقى من اول ايد بعد المصنع على طول، واحيانا بيبقى هم عندهم مصانع وفاتحين مكاتب. فابتدات بقى ان احنا نقترح مع بعضينا، طب انتوا بتبيعوا جمله، طب ابداوا بقى ان مع الشعب ادوله بالقطعه. يعني كان الهدف برضو من انشاء القناه انك انت تساعدي الناس وتقربي لهم ان الدنيا بسيطه وانك يعني ايوه، لما عرفت ان الموضوع يا جماعه عندكم الحاجات رخيصه بتوصل لنا غاليه، طب ما نبسط على الناس، في ناس كتير قوي مش قادره تجيب الحاجه علشان غاليه. صح فاحنا بننزل نسمع ارقام خرافيه، يعني المنفعه كلها اللي كانت عايده عليك او حابه انك انت توصلي المنفعه من اليوتيوب نفسه. أيوة. يعني طبعا عارفين ان اليوتيوب دلوقتي مصدر ربح الناس كتير. ايوه طبعا طبعا كان ده برضو من ضمن الغرض ان انشاء القناه نفسها بتاعت اليوتيوب من الاول. بصي هو اول ما دخلت ما كانش الربح قوي بصراحه، يعني عشان ابقى صريحه هو مجرد ان انا دخلت يعني ايه اللي انا اشوف الدنيا فيها ايه الاول، اضيع وقت فراغي في حاجه مفيده. بعد كده لما نزلت قلت طب ما انا استفدت فافيد الناس،
فابتدانا ان احنا نفيد الناس، ان احنا نقول لهم لا في اماكن رخيصه يا جماعه، انزلوا اشتروا من الاماكن ديت. ابتدانا نعمل عروض بصراحه بمساعده التجار اللي انا نزلت اتعامل معاهم، يعني تمام. برضو مش الفضل ليا لوحدي، لا بعد ربنا الفضل برضو لكل مكان انا دخلت فيه. تمام. ليه؟ لان هو بيبيع جمله، بالنسبه له الجمله اسهل ان هو يتعامل مع الجمهور، فابتدأوا ان هم ياخدوا فكره ويتعاملوا مع الجمهور ويدوا بالقطعه بثمن الجمله، ده حلو جدا. طبعا. ابتدانا نعمل عروض، بينزلوا في الاسعار. طبعا في الفتره الاخيره اللي يعني ايه، ان الدوله مشيت فيها بسبب كورونا والناس ابتدت تقعد في البيت ايوه دي وكده حقيقة، اثرت على ناس كتير جدا كتير من جدا، الفترة دي. و فبدأوا برضو ينزلوا في الاسعار، ده برضو بنشكرهم، بدأوا ينزلوا في الاسعار. حقيقي. ابتدنا نعمل عروض ازاي تشتغلي وانت في البيت، يعني ازاي تبدأي مشروع وانت في البيت، بالظبط. انت قاعدة طيب انت مش بتشتغلي. في ناس كتير بيبقى صعب عليها تنزل اصلا من البيت، ستات بيوت، وممكن كمان في ناس بتبقى عايزة تحسن دخلها بطريقة معينة. صح. بتبقى دلوقتي كل الناس في ايديها الموبايل، السوشيال ميديا، من وفي الحاجات بقى ناس اللي قعدوا من الشغل كتير بقى ما قدروش ينزلوا في الفترة اللي فاتت. نبدأ مشروعنا منين؟ ابتدأنا نبدأ نقول لهم يا جماعة انزلوا واشتغلوا وابتدوا مشاريع، وده بالفعل ده اللي حصل مع سيدات كتير، او ابتدأوا يتعاملوا لا معايا. ما شاء الله، مبسوطة بيكي حقيقي بجد، الحمد ايه لله، فرحان ربنا يعني بجد يخليكي يعني. حبيبتي، ربنا يخليكي. وده تسلم. برضو الحاج وائل ابتدأنا برضو ان احنا نفكر، قال لي لا ده لو واحدة عندها 500 جنيه، 500 جنيه انا ممكن اشغلها اديها البداية الأولانية. طب بالنسبة بقى للحاج وائل، احنا عايزين برضو نسمع منه النهاردة شوية، بنرجع لأستاذ أيمي لا برضو. بقول له يا أستاذ اتفضل. وائل شرفنا طبعا مرة تانية، وعايزين نسمع حضرتك ازاي برضو بدأت في التجارة، ومعرفتك بأستاذة أيمي كانت ازاي والله بدايتها. الحمد لله، يعني بسم الله الرحمن، وكل فضل الله الأول. بس هي في، أنا بص حضرتك، هي لمسة بسيطة على المكتب عندنا. أنا عندي في المكتب، أنا عندي كل الموديلات، يعني طبعا القناة بتاعتكم الصحة والجمال انا بتشرف ان انا اكون موجود فيها ومعاك ربنا يخليك، تسلم، دي ربنا يخليك. حاجه. وتاني حاجه يعني جمال المراه نفسه لازم تتزين فيه، لان لبس بيتي. فانا عندي شغل براندات للبيت، تركي، فرنساوي، روسي، ايطالي، كل الحاجات دي موجوده واسعارها موجوده، وبرضو بنزل عليها خصم. والنهارده بمناسبه ظهوري على القناه عاملين خصم لمتابعينا كمان لبرنامجك انتي، انا عاملهم خصم شايفين يا جماعه النهارده. بقى المفاجآت اللي بقول لكم لا عليها ده النهارده معانا النهارده، في البرنامج؟ لا ده ها؟ عشان بعد كده انا مش هتابع البرنامج بتاعي، هو حر. لا ده النهارده فيها، النهارده انا واعد حضرتك النهارده ب 15 مفاجأة، اهو شوف، مش اهو 15 بمفاجأة، مفاجأة ل 15 حد، مش 15 النهارده، فرد، صح كده؟ لا 15 ده ست. مش 15 ست، امال ايه ده كمان؟ احنا النهارده معانا اكتر من 250,000. 250,000، 15 250,000. مفاجأة النهارده حضرتك هتشوفيهم النهارده هدية للبرنامج بتاعك. والله وهتشوف شاكرة قوي. النهارده متابعينا اللي هم اصلا انا بقول لك طينه المصريين، اللي هم الناس الجدع، الستات اللي الست بيقولوا عليها 100 راجل، هتشوفوني النهارده دول في أكيد. اجمل قناه اللي مع مدام ايمي. ربنا يخليك، دي حقيقة. شوفي ده حضرتك كفاية إن هي الفيديو، أصلا مجدعة و100 راجل، يعني شوفي أكيد طبعا سلسله لازم كل متابعينها شوفي هيبقوا سلسله زيها الفيديوهات وأكتر اللي كمان. عندنا، وشوفي تعليقاتهم هم، يخشوا عليها كده يكتبوا مكتب كيان قناه ايمي، شوفي بس سلسله شوفي الناس دي اشترت، وشوفي تعليقاتهم هم عاملين ازاي، هم نفسهم هتتفتح. على فكره انا المحل في مكان شعبي. وصلتوا لبعض ازاي بقى؟ يعني هو التوفيق من عند ربنا، خلي جت بالك كده سبحان الله، احنا هي اصلا عندها احنا اصلا في حاجات اتحطت قبل ما قبل حضرتها، في حاجات اتحطت قبل منا، عراقيل قبل مننا ب 500 مره، من اول فيديو، من قبل ما اصور معاها لاول فيديو يعني واجهتوا لغايه صعوبات اخر بقى، حلقه واجهتوا صعوبات طبعا قبل ما اطلع اكيد. مع حضرتك في اليوم اللي احنا كنا مظبط فيه البرنامج ده. هي انا في حلقه من الحلقات اعلنت فيها ان كانت دي اخر حلقه ليا هظهر فيها على اليوتيوب. هي وقفت في ظهري، بمعنى كلمه وقفت في ظهري، وقالت للمتابعين لو ما نصفتوش الشيخ وائل او الحاج وائل، يعني هي بتقول لفظ او اسم عليا هي او هم اطلقوه، انا اتصدقت بيه للناس كلهم، عشان برضو من باب منفعه الناس كلهم. الناس دخلت عملت مؤازره ليا. اخر فيديو لينا كانت مدام ايمي كانت هتقوله، بس انا عرفت اضحك عليها اللي بيها اقدر النهارده تكون معانا هنا عشان ما تتسحبش من الموضوع ده. فالنهارده برجع اقول لحضرتك تاني نكمل موضوعنا، كل الشغل العالمي الموديلات العالميه ديت انا عامل خصم النهارده لمتابعيني حضرتك النهارده، والحلقه بتاعت اليوتيوب ديت انا هتحدى اي حد في القناه كلها، الحلقه دي هتولع ان شاء في الله. اليوتيوب ان شاء الله ان شاء الله. اول جايزه فيهم شفتوا بقى، النهارده عشان تعرفوا ان البرنامج 25، بتاعنا يا جماعه مميز، مش والقناه بتاعتنا مميزه. 25% خصم على كل الموديلات العالميه، دي اول حاجه.
تاني حاجه في جايزه لاجمل تعليق على الحلقه بتاعت حضرتك لليوتيوب. يلا بقى انا عايزه تعليقات كتير النهارده، تنزل بقى كده ان شاء الله. دي المره دي اترمت عليك وانا اللي هختار. حطيتوني في موقف صعب. والهديه كمان هياخدها من منتجات مصنع كيان اللي هو المصنع بتاعي بتاع مكتبنا. أيوة. دي تاني حاجه. الحاجه بقى الافضل من كده والافضل من كده اللي انا اصلا جاي عشان، انا مش جاي عشان مكتبي ولا جاي عشان مكاني ولا الكلام ده، انا جاي عايز اقول ان في عندي مصانع يعتبر مثلا 7 مصانع مصريين انا بتحدى بيهم الشغل التركي، بتحدى بيهم الشغل الايطالي، بتحدى بيهم الشغل الروسي، بتحدى بيهم الشغل الفرنساوي. لو كان الوقت يسمح او ان شاء الله لينا لقاء تاني باذن الله تنورني، انا مستعد اجيب لك بعض الحاجات منهم وتتعرض قدامك، افرجك الخامات. انا بتحدى بيهم الشغل، اي شغل في الدنيا ان شاء الله. اكيد ولو صدرناه بره كتير واحنا واثقين طبعا. الناس اللي هتشرفنا بعد كده من متابعين حضرتك ويشوفوه مش هيصدقوا ان الشغل ده مصري، وانا بقول لك عليهم شغل فعلا. احنا لو عندنا باب للغش وانا بطلعها لك اقول لك دي تركي، الزبون بيشوفها او العميل بيشوفها بيبقى مقتنع بيها ان هي تركي او ايطالي، مش بيصدق ان هي خامات مصريه. انا بقول المصنع ده مصري بايد مصري والخامه دي مصريه ومتشطبه مصريه، خامات كلها مصريه. عندنا حاجات في بلدنا جميله. الناس دي محتاجه، المصانع دي محتاجه. لازم فعلا نشجع الصناعه المصريه، دي حقيقه. الصناعه المصريه يعني بالنسبه لخبره الحاج وائل وبالنسبه ليا اللي انا بنزل اصور، بصراحه الصناعه المصريه تطورت جامد جدا ومهضوم حقها وحلوه جدا. هي فعلا لازم الصناعه المصريه تاخد حقها حقيقي. واخدين احنا فكره ان الصناعه المصريه الفينش بتاعها وحش. فاكره حضرتك الفيديو اللي انا بعته لك؟ انا كنت اتمنى لقطه منه تنزل على النهارده يشوف التصوير بتاعه والاداء. هم قالوا لك الفيديو دوت اصلا مش بتاع حاجه مصري. أيوة. هيقول لك كده بس ما لحقناهوش النهارده في الاعداد، ممكن ربنا يسهل بعدين باذن الله. الشغل دوت ليه اصلا زي ما بقول لحضرتك فعلا منتجات مصريه مهضوم حقها. نديهم بس فرصه وهم هيوصلوا للعالميه. بصراحه اكيد بصراحه يعني احنا بنمسك الخامه يقول لي شوف الخامه ديت الحاج وائل او اي مكان انا بنزل فيه، صح يا حاج وائل؟ طب شوف الفينش ده، اقول له ما فيهوش غلطه. يقول لي ده تقولي عليه ايه؟ ده تركي ولا تقولي عليه ايطالي ولا تقولي عليه ايه؟ اقول له لا هو شكله مستورد بصراحه، والخامه والشغل دي امينه برضه. يعني مش اي حد بيعمل، يقول لي لا ده مصري. شغل الاطفال لما انت حضرتك كنت بتصوريه شفت الصور بتاعته كانت عامله ازاي؟ لا صور. قلت لي لا دي مش مصريين دول، وفينش دول مش مصريين. وبقينا نعتني بادق التفاصيل. يعني الاول كنا بنقول ايه؟ احنا ما بناخدش بالنا من التفاصيل. يعني ساعات يقول لك الصناعه المصريه يعني الفينش بتاعها والتفصيله الصغيره دي لو خدنا بالنا منها هنوصل للعالميه. لا دلوقتي بقى ياخدوا بالهم من التفاصيل، الغلاف، الاستيكر اللي هي الصوره، كل التفاصيل اللي بتشوفيها في المستورد دلوقتي بقى نشوفها في المصري. طب وليه يا جماعه ما نشجعش صناعه بلدنا؟ لا طبعا وارخص بكتير. يعني لو قارنتي بين السلعه والسلعه نص. يعني في ناس اصلا النهارده، انا النهارده عشان سبب تشجيع البلدي في اخر فيديو الكلام دوت فيهم، انا حصل عليها هجوم عليها. طب انا ايه اللي انا قلته غلط؟ انا قلت انا عندي حاجات في بلدي خاماتي تضرب كذا او اعلى من كذا او اعلى من حضرتك كذا. حضرتك ما ذكرتش حد بعينه. دلوقتي احنا معانا حاجات من المصنع كيان على الشاشه بتتعرض قدامنا. الموديلات ديت اصلا دي كده هو سبقنا وعامل سبق ليه هو كده. فالموديلات دول بتاع حوالي 15 وعايزين يوري الناس قد ايه فعلا يعني الصناعه المصريه قويه. الصناعه المصريه زي ما قلنا فعلا لازم نشجعها، وان هي حاجات هايله والله يا جماعه كلها بنشوفها بره. دي حضرتك لسه ما نزلتش، هتنزل الاسبوع اللي جاي. ومناسبة ان هي نازله الاسبوع اللي جاي كمان عشان برضو قناه الصحه والجمال تعز علينا وعروستنا وانت قمرنا ومعانا نجمتنا طبعا من نجمه اليوتيوب. المنتجات اللي نازله ديت عليها خصم 25% لكل اللي شاف حلقه حضرتك النهارده واللي هيشوف حلقاتك بعد كده. ربنا يكرمك. دي المفاجاه اللي انت خبيتها عليا. يبقى حد ما يتفرجش. اللي مش هيتفرج مش هيخسر. 25% 25% 25% شايفه اصلا؟ شايفه 25% متابعين قناه ايمي؟ متابعين قناه ايمي بياخدوا عيوني. انت ربنا يخليك، ربنا يخليك يا حاج وائل. دول 15 موديل من دول، منهم هتبقى البنت وامها الكابلز معاها بتاع بعض. طب شفتي انت الموديلات شكلها عامل ازاي؟ ده غير اصلا شفتي الشياكه. لا بجد حقيقي انا يعني لو احنا ما قلناش الماركه دي بتاعت ايه او الصناعه دي مصريه هتقولي لا الصناعه دي لا دي ماركه طبعا عالمية. طب استاذ وائل دلوقتي لما بيجي يطلب حد منك مثلا، انت حضرتك مش شغال اونلاين؟ بصي حضرتك انا عشان بس اسهلها بس على الناس، انا معاكي في كل شيء. انا اقدر اشحن لك محافظات. يعني حضرتك شغال اونلاين وفي بيدج وشغال منها اونلاين وكل حاجه، صح كده؟ كل حاجه. مش بنواجه سؤال دايما بيتسال؟ انا عايزه اشوف الخامه على الطبيعه،
انا دايما عايزه اشوف الصوره على الطبيعه. هنا بقى السؤال هنا بقى. بيبقى في ناس عندها قلق شويه من الاونلاين طبعا كتير قوي بيواجهنا، وانا نفسي انا نفسي اصلا لما باجي اشتري حاجه اونلاين ما كنتش اشتري من مكان موثوق فيه وفاهماه وعارفاه. ما هي دي بقى النقطه اللي حضرتك قلت عليها ايه، عشان كده رد على سؤال حضرتك انا بختصره في حاجه ثانيه. خش حضرتك شوف الفيديو اللي انا عارضه على القناه، بتشوف الخامه وانا بفردها، بتشوف الحاجات ملمسها وبتشوف الحاجات وكده، وغير كده وكده اصلا كمان انا بديكي ضمان حاجه ما اتعملتش في الملابس، انا بديكي خدمه ما بعد البيع. ان انا ما عنديش استعداد ان انا اخسرك. ايوه انا عندي استعداد ان حته فيها اي شيء ده لو حصل بيحصل واحد في المليون. قناه منوعات ايمي هي يا جماعه على اليوتيوب. يلا بقى ها فولو ها. لو لقطه كمان من بعض الفيديوهات اللي احنا نزلناها كمان هتبقى تحفه، حاجات برضه بالنسبه لعروضاتها. فخدمة ما بعد البيع اصلا انا بسهل لك حاجات تانية فيها كتير. لان يعني انا ما فيش عندي صعوبه ان انت مثلا موديل ما عجبكيش، موديل مثلا ما جاش في مقاسك، موديل ما جاش مودك عليه، يعني في حتى لو في الشحن انت عارفه، حتى لو في الشحن وكان لا اصل حضرتك حتى لو في الشحن يا حاج وائل والشحن بترجعه، لا بترجعه يعني انا بكسب ان انا في اسلوب ان انا اكسب العميل. طبعا بالظبط كده، لاني مش انا الحمد لله ما بقاش عندي في حته التبادل، لان انا اصلا السلعه اللي بتخرج النهارده بسبب سعرها او المكسب اللي انا بحط فيه مكسب زهيد بقى عندي اقبال عليها زياده، فهم ما بقوش يلحقوا النهارده ان هو يفكر يبدل او يفضل يراجع. واحنا قلنا كمان ايه ان احنا نبدا يلحق. نبدا نشتغل ب 500 جنيه يعني هو دلوقتي احنا عملنا الحلقه اللي فاتت فاكر يا حاج ان لو معاكي 500 جنيه اعرف اخليكي تشتغلي. نبدا تبداي ان انت تشتغلي ب 500 جنيه بييجوا يقولوا له طب ابدا ازاي ب 500؟ صح. جالك احباط يا استاذه ايمي في الاول لما ابتديتي الموضوع؟ وبالنسبه لعدد طبعا الناس المتابعين فولورز طبعا زي بقى طبعا مستنيه انه يزيدوا، وجالك احباط وحسيتي انه لا انا مش هكمل؟ قبل ما اخد ال 100,000 واخد الدرع كان شويه احباط، بس الحمد لله بتلاقي يعني حد بينور لك طريق، حد بيساعدك، حد بيعينك، يعني في كتير قوي الحمد لله، وبرضه من ضمنهم التجار الحمد لله، وبرضه المكان بتاع الحاج وائل والمول اللي احنا برضه فيه من المولات المحترمه جدا بصراحه. من المولات المحترمه جدا اللي هو موجود فيه دلوقتي. لو ممكن اذكر اسمه مش عارفه بقى هيبقى ممكن ولا لا، هو في وسط البلد بصراحه، من المولات اللي فيها تجار كويسه جدا بيبيعوا باسعار حلوه قوي قوي. دخلت وبدات معاهم وكلهم كانوا مستعدين، بس الفكره ما كانتش واضحه بالنسبه لهم. ايه يوتيوب؟ يعني هنعرض ازاي منتجنا على اليوتيوب؟ الناس هتجينا ازاي؟ الفكره ما كانتش واضحه. في ناس برضو مش واصله لها الفكره، في ناس ما تبقاش عارفه او كده او هي خايفه الفكرة او مش عارفه تبتدي منين، محتاجه حد يدلها. الفكره اللي انت ازاي توصلي، بس الحاج وائل الحمد لله كان هو عنده استعداد، يعني هو يقترح، يعني ايه هو اللي يبقى يقول لي ده انا المره الجايه هنعمل مفاجات اكتر، عروض اقوى. يعني حضرتك بتشجع شباب يا استاذ وائل ان مهما كان ظروفك باقل التكاليف واقل ابسط الامور ان انا اقدر ان انا ابتدي اي حاجه في حياتي. ده النهارده كمان بالنسبه برضه عشان في ناس بتصعب الامور. لا انا برضه بالنسبه لمفاجاه الحلقه برضه النهارده، انا بقول لكل ست بتتابعك النهارده وكل راجل معاك النهارده على القناه، افتح مشروعك مهما كان براس مالك. انا ممكن اخليكي تبداي مشروعك ب 500 جنيه من البيت. ب 500 جنيه بتبداي فيه من البيت. من البيت. وممكن اخليكي تبداي من 5 مليون جنيه تفتحي في اكبر مول في مصر بمنتجات مصريه تتحدي بيها المنتجات العالميه. طبعا. وتاخدي حاجات على ضمانتك. اللي هو عن طريق اليوتيوب. على قناه على اليوتيوب ومدعيه ما بعت البيع. وانا في ظهرك اعرف اخليكي في اكبر المولات في مصر بياخدوا من عندنا شغل. وبدعو النهارده لكل السيدات اللي قاعده النهارده في البيت عندها وقت فراغ مش عارفه تعمل فيه ايه، افتح مشروع واشتغلي في منتجات الملابس، وانا في ظهرك وهتشوفي حاجات انت ما شفتهاش قبل كده، هتقدري تفتحي في اكبر مولات في اصغر مولات باقل الامكانيات وباكبر الامكانيات. عايزه تشتغلي في التركي معاكي، عايزه تشتغلي في الايطالي برضو معاكي، عايزه تشتغلي في المصري معاكي، دي برضو من دي معاكي مشروع، معاكي امكانيه صغيره ممكن بشنطه ب 500 جنيه تقدري تبتدي بيها، معاكي نص مليون جنيه عايزه تفتحي في اكبر مول في مصر، هفرجك على حاجات انت بنفسك تعالي عين بلاش تيجي تعين. خدي رابط التليجرام هنزله النهارده، خدي رابط التليجرام وخش شوفي الموديلات وروعتها واسعارها قبل ما تيجي وتدب المشوار ده كله، شوف الموديلات وروعتها واسعارها انت انا اسف في اللفظ يعني هتتسحري.
انت هتصدمي، مش هتقولي لي انت هتقولي انت بتكذب عليا، بتقولي لي الحاجات دي بقى مصري. لا المصري حلو أنا جدا. بقولها لك، أنا بقولها لك النهارده منهم. صح. أنا وأنا هبدأ برضو يا حاج وائل إن احنا نعمل سلسلة صنع في مصر. صناعتنا المصرية حلوة جدا. يعني أنا بفكر إن أنا أعمل الموضوع ده في القناة عندي على اليوتيوب. طب بتنصحي إيه بقى أي ست؟ أي ست تشتغل. نصايحك بقى لأي ست في مصرية في البيت مثلا، بنوتة، أي حد دلوقتي تنصحيهم بيه. طب إيه رأيك بمناسبة إن هي صنع في مصر؟ أيوه. الحمد لله طلعت كده، وانت عارفه انت متعوده معايا في الفيديوهات على كده. أيوة حتى هم الناس خلاص حفظونا احنا الاثنين مع بعض على كده. فايه رايك بمناسبه صنع في مصر برضو لعيون الاستاذه رضوى النهارده؟ أيوة. انا بقول لك النهارده لاي ست بيت شاطره بتفصل وبتعمل شغل، بتربي اطفال ايتام او هي مطلقه او ارمله او كده، او ليها ظروف حتى معينه ظروف، او حتى ما لهاش ظروف بتشتغل وشاطره في مجال الملابس بتاعها. أوه. انا بقول لها هاتي منتجك وعندنا، انا ليك عندنا التسويق. حلو جدا، واحنا نسوق. دي فكره جميل. طب في احلى، في حاجه احلى من كده يعني؟ في مفاجات احلى من كده النهارده؟ النهارده شوفي كام يعني. واحده النهارده متابعانا، النهارده هيبقى الخير على قدوم الوردين للاستاذه رضوى النهارده. أيوة. هيبقى ليها النهارده بيوت كتير هتتفتح من الموضوع ده. صح. زي ما قبل كده في التجاره، بس انا ما كنتش عايز اخش فيها. زي ما قبل كده انت حضرتك قلتي ان في ناس، قلت لك ان في ناس بسبب الشنطه الصغيره اللي ابتدت بيها، الناس دي كانت هتروح فين وكانت هتيجي فين؟ لا يعني بنسمع فعلا بيبعتوا. صح. شفت. هو كان عاوز يحكي ان ب 500 يعني جنيه فتحت بيوت كتير، ساعدت ناس كتير كانت ظروفهم فعلا مش كويسه. أيوة. يعني كانوا هيوصلوا لمرحله مش كويسه، فاستلفت ال 500 جنيه وبدات بشنطه ب 500 جنيه. أيوة. ودلوقتي بقت تشتغل في حر مال ليها خاص بيها. طب ما ده كويس جدا. طبعا اكيد. ما احنا بنقول كده، بنشجع يا جماعه. عشان كده احنا بنتكلم. حتى لو 500 مش معاكي استلفتهم. بصراحه قالت انا استلفتهم وبدات ان انا، يعني انا كنت واصله لمرحله اللي انا ممكن كنت هنزل الشارع، يعني مش عاوزه اقولها لان الست المصريه اقوى بقى. عملت ايه؟ بدل ما تسال حد في الشارع، لا راحت صرفت في ال 500 جنيه، ابتدت تشتغل. وبتبدا دلوقتي ان هي مشروعها يكبر قدامها. اللهم بارك بجد بقى. انا عشان كده بقى انا اسفه، كان نفسي بجد النهارده الحلقه تطول اكتر من كده، فكرت ان تطول اكتر من كده، بس فاضل لي دقيقه. انا عايزه اسمع نصيحه استاذ ايمي حبيبتي، وعايزه اسمع نصيحه استاذ وائل النهارده لكل شاب ولكل بنت معانا بتسمعنا، ولاي حد ست مصريه، اي راجل النهارده، ايه النصيحه تقدمها لهم؟ يعني باي حاجه وباقل التكاليف وبابسط الامور انا اقدر اعمل ايه وانجح من غير ما اذل نفسي بقى؟ نعمل مشروع زي ما انا قلت كده. ابدأي من البيت، عندك اصدقائك، عندك صحابك، عندك اهلك، اخواتك، شوفي هم محتاجين ايه، انزلي اشتري الحاجات دي من المكاتب، من المكاتب اللي احنا بنعرضها. يا جماعه الاسعار رخيصه جدا في المكاتب تحت، مش الاسعار اللي احنا بنسمعها في المحلات. ابداي انت مشروعك بحاجات بسيطه جدا، بمبلغ بسيط. اعرفي من اللي حواليكي، انا ما بقولش اعملي اشتغلي على نطاق واسع. لا، ابداي بنطاق اضيق. يعني عندك اخوات، اختك محتاجه، عندها اولاد محتاجه ايه، تبدا تجيب. يعني الوسط المحيط بيها، الصغير ده تبدأ بعد كده الدايره بتوسع بتوسع بتوسع، دايره المعارف اللي حواليا، اختي باي شكل تتاجري. لو انت ما عندكيش موهبه، ممكن لو عندك موهبه ابداي ان انت تنمي الموهبه بتاعتك، وبرده تسوقيها من النطاق اللي حواليك. كل حاجه نفكر فيها، كل حاجه وليها حل. بجد والله ميرسي جدا ليكم، حبيبتي ربنا بجد شرفتونا استاذ وائل. انا بجد سعيده جدا بوجود حضرتك معايا. وتابعونا بقى حلقتنا مع الحاج وائل يوم الاحد على قناه اليوتيوب بتاعتي منوعات ايمي. ان شاء الله تتابعوا على طول، عروضنا قويه جدا. كنت حابب اقول بس كلمه في الاخر. طيب. قبل ما اطول عليكي سامحيني. لا لا اتفضل. ارجو من كل اللي بيشاهدونا النهارده كلهم، احنا نشجع صناعه بلدنا، اهم حاجه اللي بتفتح بيوت ناس كتير وبتعمل وبتخدم ناس كتير. الشباب، في شباب بتوصل عندنا الطلبات، في شباب بتروح تودي لك الشغل لغايه باب البيت. فكل دول احنا محتاجين نساعدهم وندعمهم. أكيد. والله انا مش جاي عشاني، بسيبك مني انا، بسيبك من مكاني او مصنعي او مكتبي، كل ده مش مشكله. انا المهم عندي الشباب دي تتشغل، والبنات دي كمان ما البنات دي شغاله في المصانع. صح. انت عارفه حضرتك دورت عجله عملتي ايه بكل الدوت اللي انت بتعمليه؟ شغلنا ناس كتير. لو ما عجبكيش المنتج اللي انا بعرضه عليكي، انا اتحدى باي حد.
وانا قابل احنا تكتبيه على واثقين في كل التعليق، كلمه حضرتك بتقولها انا قابل حقيقي بالتعليقات اللي انت تكتبوها عليهم، لان انا عارف هيتكتب ايه النهارده وهتشوفوا ان شاء حاجات الله احلى عليهم ان تعليقات، شاء الله. ومستنيين تعليقاتكم يا جماعه عشان اللي هتفوز معانا ان شاء الله، ان انا هختارها من ضمن ان التعليقات شاء عشان الله انا بقيت تعليق، مكلفه دلوقتي في حاجه اجمل مهمه تعليق قوي، وليها جايزه من مصنع وان كيان شاء الله واللي هتستلمها من حضرتك ان شاء الله، باذن بس الله، هتوصلها وطبعا لغايه خصم بيتها 25% عشان ان ما شاء تدبش الله المشوار دوت. وغير ان هم ليهم المفاجات اللي عندنا ال ان شاء 15 الله. موديل اللي احنا عرضناهم، غير ان لسه فيهم 5 موديلات كمان للاطفال برضو عليهم خصم 25% برضو، وللتجار اصلا الكبار واصحاب المحلات الكبيره يلا خصم اتبسط بقى. 50% كمان. شفت بقى ميرسي نتاجر بقى ولا ما بال نتاجرش بالكلام اللي احنا بنتكلم اكيد فيه في الخصومات اكيد اللي احنا بنعملها؟ فالمفروض بقى نبدا بقى، نبدا يا جماعه، واللي بجد كل واحد بجد عنده ميرسي جوه طاقه يشغلها. بجد ربنا بجد كان يخليك نفسي اطول معاكم اكتر من حبيبتي، كده واحنا حقيقي، يعني وميرسي جدا ليكم، شرفتونا استاذه حبيبتي ايمي ربنا واستاذ يخليك. وائل، ربنا بجد يبارك مبسوطه ان شاء الله باذن الله ربنا في حلقات تانية كتير. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين كده وصلنا لنهايه فقرتنا دي، استنونا الفقره الجايه، فاصل قصير جدا ونرجع لكم تاني، استنونا.